بالمناسبة اختتم حفل توزيع هذه الجوائز بجائزة خاصة لرونالدو من الفيفا، لأنه أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات. اسم كبير قوي رونالدو طبعا. يعني طبعا. الناس في الفترة الحالية كريم عمالين يقول لك هو امتى هيعتزل، وناس تقول لك لا ممكن يكمل ل 45، وهو يمكن طلع تصريح قلنا قال من 40 42. يعني أسطورة حقيقية فعلا. في أسامي كده مهما كبرت في السن بتلاقي برضو لا ما ينفعش أبدا تقلل من مهارته وتقلل من اسمه وتقلل من مكانته، لا بتفضل المكانه وده ما كانتش بتزيد. رونالدو فعلا من الاساطير اللي هتعدي او عدت على يعني العالم في كره القدم طبعا. فعلا وليه يعني ملايين ملايين من يعني المحبين، انا منهم صراحه بحبه جدا، هو ابراهيموفيتش يمكن اكتر من ميسي، ما اعرفش انت مين افضل لاعب عندك يعني. بس بصي اصل ده حاجه وده حاجه، بقى ارجع اقول لك ده ليه يعني ستايل معين وتكنيك طبعا. وبعدين ده عنده نوع معين من الكاريزما. يعني رونالدو الى جانب احترافيته وامتلاكه لادواته كلاعب يعني مبهر، لكن هو كمان عنده كاريزما نفس النوع الكاريزما اللي عند ابراهيموفيتش، بس هو مغرور شويه. لا ابراهيموفيتش انا بتكلم مش على رونالدو، انا بتكلم مش طبيعي. ثقه زايده شويه يمكن. مفيش انترفيو يا نهوان تتكلم فيه مع اي حد غير لما لازم يجي عامل لقطه من لقطاته، لازم يقول حاجه يحسسك من خلالها ان هو لا غير العالم كله. بس يعني بس لو على الصعيد الثاني بقى، لو كلمت عن كريستيانو، لا رونالدو من الشخصيات اللي طبعا غير ان هو ليه تاريخ كبير وان هو قيمه كبيره في كره القدم على المستوى الانساني، بجد هو شخصية محترمة جدا في ناحية العيلة بتاعته، من ناحية التشاريتيز الحاجات الخيرية اللي بيعملها، من ناحية اللقطات الإنسانية اللي بنلاقيها سواء في الانترفيوهات أو حاجات زي كده كتيرة كتيرة. فلا هو شخصية أنا بحبها بصراحة جدا. طيب